أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا صل وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين وعلى آل كل صحب كل نجمين آمين والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه بعدد أوراق الأشجار ومواج البحار وقطرات الأمطار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا وبأستاذنا سيد النورس رضي الله عنه ووالدينا وإخواننا وطلبة رسالين ورصدقنا يا إلهنا بكل صلاة منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا امان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا متعال يا الله يا رحمن يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ويتر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله
Ya Kadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cabbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah. Amin ya Rabbi semavati vel erd. Ya Zel Celali vel İkram, neseluke bi hakkı hazil esmail külli en tusalli ala seyyidina Muhammedi ve ala li Muhammed. Verham Muhammeden kema selleyte ve sellemte ve barekte ve terhamte ala İbrahim ve ala li İbrahim fil alemin. Rabbena inneke hamidun mecid, bi rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الفاتحة.